محمد العروسي النائب في البرلمان الإثيوبي الفيدرالي ورئيس مجموعة الصداقة لدول غرب آسيا. سيد العروسي، تحياتي لك من لندن. دعني أسألك عن سيطرة موضوع غزة على جدول أعمال قمة دول الاتحاد الإفريقي، ما أهميته وماذا باستطاعة هذه الدول أن تفعله الآن لإحلال السلام في غزة؟ القمة الإفريقية تعقد خاصة في ظل ما تموج به القارة الإفريقية من توتر صعب. القارة الإفريقية قارة بكر إذا صحت العبارة في تنميتها وكذلك في الفرص التي بداخلها، وبالتالي هناك تنافس لهذه القوى التي تحاول السيطرة عليها. أي محاولات لإحلال السلام في غزة هو هدف مشترك، أو في فلسطين هو هدف مشترك للأفارقة. إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط هو هدف للأفارقة جميعا، وكذلك يعمل الأفارقة على تداول هذه القضايا لأجل إيجاد الحلول. ففي ظل هذه القرارات التي اتخذتها المفوضية الإفريقية على مدار يعني السنوات الماضية لم تحرز تقدما في تنفيذها على أرض الواقع، فهناك انقلابات وتعليق لهذه العضويات في القارة الإفريقية، وبالتالي استقطاب هذه الأزمات ربما لا تخدم القضايا الإفريقية بغض النظر عن المحاولات الإفريقية لإيجاد هذا السلام.